الدين عن القدوة صاحب شيء الحشي الجمعيات والمكاتب أنا صاحب شيء الحشي لأن حقيقة و حقيقة إن يلا نأخذه مجتمع خاصة إحنا مجتمع الصحابة نعوذ إذا أحسن الإنسان نقول أحسن وإذا أساء نقول أساء ما نعوذ العمل الجيد والعمل الغير جيد هذا متساوي عنا في كفة واحدة. إذا نغتنم هذه الفرصة نشكر باسم جميعا مكتب المنصرية. الآن إحنا لهن نبدأ في آليات انتخاب مكتب. لعاد عندكم مقترحات من باب النقاش للمقترحات وعاقبها لهن نتحول للمرحلة الثانية وهي انتخاب المكتب الجديد. مجموعة من الأولويات حتى تكون في عمل الاستمرارية تكون فيه تراكم. ذكر من هذه الأولويات اعتبر أنها مسألة مهمة أن يكون هناك سكرتير أو مداوم للتجمع لأن عمل التجمع يتطلب الكثير من الجهد الذي يحتاج سكرتيرا مداوما وذكر بعض المسألة أضاف أيضا أنه هذا الجهد الذي بذل حقيقة ما كان له لينجح إلا تضافر جهود كل أعضاء التجمع وهذا الذي تحقق من الإنجازات ليس في إنجازات المكتب وإنما هي حقيقة إنجازات كل أعضاء التجمع لذلك يجدد الشكر للجميع على مساهمتكم في هذه الحصيلة التي حصيلتنا جميعا هي حصيلتكم جميعا. ذكر أن من الأمور المهمة التي قاموا بها هو إنجاز ثلاث دراسات، دراسة حول رؤيتنا لسبل دعم الصحابة، وكان ذلك عندما بدأ الحديث عن تشكيل الإطار المعهد إليه بدعم الصحابة، قدمنا رؤية مفصلة فنية وتأخذ باعتبار تجارب الدول الأخرى، قدمناها لكل الجهات، قدمنا ذلك دراسة لمطبعة. قدمنا تصورا لإصلاح سلطة إدارة الصحافة والسلبيات البصرية. بالتأكيد نجدد الشكر لكل الحاضرين ولكل أعضاء التجمع من هذا الإنجاز، هذه الإنجازات إنما هي إنجازاتكم جميعا. مقترحين عندنا تقدمون المكتب التالي: الرئيس سي مامادو، نائب الرئيس أحمد الوديعة، الأعضاء رياض أحمد الهادي من مؤسسة أقلام، مربي وليدي من مؤسسة وانا، يسلموا للمصطفى من تحالي، عبد الله ولد شاغل المختار من صحراء ميديا، محمد فاروق من لا تريبين.